الخير على حضراتكم وحلقه جديده من همزه وسط. كتير جدا من السيدات المصريات بيتعرضوا لعمليات تحرش في الشوارع بشكل كبير جدا، ولكن قليلين جدا هم اللي ممكن بيعلنوا عن هذا، ان تعرضوا لهذا التحرش او يتصدوا لهذا التحرش. هند عبد الستار فتاه مصريه عندها 29 سنه، ولكن فتاه مختلفه تماما لانها الوحيده اللي قدرت بعد ما تعرضت لعمليه تحرش انها تتصدى لهذه العمليه. ويمكن احنا عندنا العادات والتقاليد والحياء وما الى ذلك بيمنع الكثيرات من ان هم يعلنوا عن تعرضهم للتحرش. هند فتاه مختلفه تماما، تعرضت للتحرش في اقل من سنه تقريبا، ولكن توجهت للشرطه وعملت محضر، وبالفعل الموضوع خد السلك، دخل في المحاكم وخدت حكم مشدد 5 سنوات، ويمكن هو يعتبر الحكم الاشد والاقصى في قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التحرش اللي هي بتتراوح من 6 شهور ل5 سنين. المحكمة قضت بحكم أو الحبس المتحرش بحوالي 5 سنين، وكمان مع الأشغال الشاقة. يمكن الحكم هيكون فيه طعن وما إلى ذلك، ولكن المهم في الموضوع النهاردة إنها فتاة مصرية كسرت الصمت اللي اعتادت عليه الفتيات المصريات إن هم يتعرضوا لعمليات تحرش دون الإفصاح عن ذلك. ولكن النهارده عايزين نتكلم في الموضوع من ابعاد كثيره. ليه المجتمع لغايه دلوقتي بيلقي باللوم دائما على المراه او الست في عمليه التحرش؟ ليه اصلا عمليه التحرش في مصر بصفه كبيره ومنتشره بهذا القدر؟ ايضا فين دور الشرطه وخاصه الشرطه النسائيه في حمايه المراه ضد العنف، سواء بقى بالتحرش او ايا من انواع العنف؟ كل هذه الاسئله هنطرحها النهارده من خلال حلقتنا، واللي هيكون سؤال حلقه اليوم هو: بعد صدور أول حكم لمتحرش ب5 سنوات سجن، هل تكون بداية للقضاء على تلك الظاهرة؟ هننتظر مشاركات حضراتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للبرنامج، كما تعودنا على الفيسبوك وتويتر وجوجل بلاس وسكايب وإنستجرام على همزة وصل إي جي. مشاهدينا هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع مع حضراتكم سريعا لنبدأ النقاش. لازم نتفق ان عملية التحرش او فعل التحرش مش في مصر بس، ويمكن مصر بتحتل فيه مرتبة متقدمة للأسف، ولكن هو موجود في كل البلدان، وده بيرجع اكيد لأسباب كثيرة جدا اللي احنا هنناقشها مع حضراتكم النهاردة. وايضا هنستعرض مع حضراتكم ارائكم اللي جات لنا على صفحة البرنامج، واللي هتعرضها لنا الزميلة ايمان الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي للبرنامج. مساء الخير ايمان. نور ميرفت، وايضا مساء النور لكل مشاهدينا الذين قاموا بمشاركتنا بارائهم عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على صفحتنا همزه وصل. ابدا بقراءه بعض التعليقات التي وصلتنا. ابو علي خليفه يقول: بعد صدور الحكم على المتحرش بمده 5 اعوام اكيد هي خطوه جيده للقضاء على ظاهره التحرش بالنساء، ولكن نحن نتمنى تجديد العقوبه لان 5 اعوام لا تكفي، لان هذه الظاهره هي غريبه ربما عن الشارع المصري كله. نحن زمان عندما كنا نرى شابا يقوم بمعاكسة فتاة كنا نقوم بالوقوف أمامه، بل ونقوم
بضربي. حامد الطواب انتقل إليه يقول: جميل أن نرى قانون في مصر يعيد تنظيم الأخلاق التي فقدنا معظمها، ولعله سيكون خطوة في تحسين الحياة المعيشية عن طريق القانون، فتحية لمن صنع هذا القانون، والمطلوب أن يتم تنفيذه في جميع محافظات الجمهورية ليس في القاهرة وحدها، وعمل جهاز خاص لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري من الشرطة المصرية بالتعاون مع بعض أفراد من الشعب. وأخيرا تحية طيبة من القلب لمن أعاد الانضباط والأمن والأمان إلى الشارع المصري. محمد حديش يقول: التحرش هو سلوك سيء من مخلوق سيء، لازم يؤمن كل رجل أن سبب وجوده في هذا الكون هو المرأة، حملته 9 أشهر في بطنها وأنجبته من رحمها، وهي أمه وزوجته وبنته، يعني في النهاية ستكون عرضه، فكيف يتجرأ بالتحرش عليها؟ لابد من تجديد العقوبة، أن يطبق هذا القانون دون رحمة. أيمن الأنصاري صديق همزة وصلة أيضا يقول: بعد صدور أول حكم للمتحرش ب5 أعوام سجن، نعم ستكون هي بداية للقضاء على تلك الظاهرة بسبب قلة الأدب وسوء التنشئة والانحراف الأخلاقي واللفظي والمعنوي، وكيف يتم معالجة هذه المشكلة كأمن اجتماعي ينعكس في المستقبل إلى إيجابيات واحترام الموضة في ذات الوقت واحترام خصوصية الحرية. عندما نرى امرأة قد تلفت النظر علينا أن ننظر إلى الأرض أو في أي اتجاه آخر، تلك هي المبادئ الفضيلة التي تحث عليها كل الأديان. يعني مشاهدينا، كانت هذه هي أول مجموعة من التعليقات والمشاركات وجهات النظر التي تواترت منكم إلينا على صفحتنا، صفحة همزة وصل على موقع الفيسبوك. من جديد أعود بكم إلى استوديو تحليل همزة وصل، إلى الزميلة ميرفت المليجي معها أول جولة من الاتصالات الهاتفية. مزيد من التفصيل والتحليل لهذا الموضوع معك من جديد ميرفت، تفضلي. شكرا لك إيمان، وشكرا لكل من شارك معنا على صفحة البرنامج. خلونا نبدأ على طول مع بطلة اليوم أو بطلة موضوع اليوم، وهي الأستاذة هند عبد الستار، واللي زي ما ذكرت لحضراتكم هي الفتاة الأولى اللي تجرأت وواجهت المتحرش، وبالفعل نصرها القضاء ورجع لها حقها. واسمحوا لنا نبدأ معايا عبر الهاتف هند عبد الستار، أول بنت تحصل على حكم ضد متحرش. وأيضا هيكون معايا الأستاذة انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون. أستاذة هند، تحياتي لحضرتك وتهنئتي أولا على شجاعتك، والتهنئة الثانية على الحكم القضائي. خير الأول، أهلا بك. يعني دلوقتي أول سؤال ممكن يجي على بال أي بنت بتتفرج علينا دلوقتي، منين جبتي الشجاعة أنك تتصدي لهذا المتحرش وتعلني عن ما قام به، وخاصة في ظل هذا المجتمع اللي دائما يعني بيستحي عن التعبير عن هذا الموضوع؟ طيب مبدئيا كده، عشان انا تقريبا كان في بنت قبلي خدت حكم. ايوه بالظبط، من 9 شهور تقريبا، 9 سنين. لا من الفتره اللي هي كانت قصتها في فيلم 6 7 8، بس ده كان 3 شهور، 3 سنين. سوري، 3 سنين ولا ايه؟ بس هي هاجرت. انا بالنسبه لي، علشان في ناس بتقول لي لا انت مش اول واحده، هي علشان فكره عقوبه مشدده 5 سنين، عشان بس تبقى الناس بس عارفه الفرق، عشان برضو فكره ان طول الوقت عمالين يتقال ان انا بعمل شو. حياتنا ليكوا انتوا الاثنين، اتفضل. ربنا يخليك، ميرسي. الموضوع هو فكره ان خلاص، يعني طول الوقت في تحرش في الشارع، في المواصلات، ملهوش علاقه باللبس، اطفال بيتم التحرش بيهم سواء ولاد ولا بنات، علشان ما حدش يقول انت كنتي لابسه ايه. او ما البنت طول الوقت، بالنسبه للاطفال الصغيرين اللي بيبقوا لسه في البامبرز وبيتم التحرش بيهم واغتصابهم، صحيح، دول برضو بيبقوا ملفتين في النظر. البامبرز ملفت يعني ولا ايه؟ حضرتك محجبه، يعني برضو انا محجبه، نشير للنقطه دي. نعم انا محجبه، ويعني الناس اللي عارفيني شخصيا هتلاقوا طول الوقت ان البلوزات بتاعتي او التونيكات طويله. يعني انا ما بحبش فكره اللبس الضيق. نعم. سواء حتى لما كنت قبل الحجاب كان برضو نفس لبسي هو. هي دي كانت اول مره يتم تحرش بحضرتك فيها، ولا مثلا حصل كتير بحضرتك يعني قررت تاخدي الموقف؟ مفيش بنت في الشارع المصري ما تعرضتش للتحرش، سواء بالنظره او باللمس او بالكلام اللي بيتقال. نعم. زي ما في، ممكن على فكره التحرش مش بس ان انا مد ايدي على البنت، انا ممكن ابص لها بصه احسسها انها من قدامي جربتها من ملابسها. نعم. بمجرد النظره دي. صحيح. فكان بيحصل، بس كنت وقتها بضرب. يعني مره في الميكروباص فزعقت مع الولد وفضلت حاسه في الميكروباص، واتفقت مع السواق قلت له يعني انا هدفع الاجره كامله للعربيه كلها
بما ان كانت العربيه خلاص فضيت يعني وعايز يرجع تاني طريقه. تمام. قلت له بس خليك واقف لحد ما اخواتي واخواتي جم فعلا، والولد اتضرب لانه رفض يروح القسم. قلت له ما هو انا هضربك يا اما تروح القسم. رفض. فالناس اللي كانت واقفه في الشارع مع اخواتي الولد اتضرب ومشي. تمام. مره ثانيه برضو عند المترو ولد كان يعني صغير مش كبير على فكره، عشان ملهاش علاقه بفكره اصل انت صرتي غرايزه فتحرش بيكي، ده طفل يعني 14 15 سنه، ده برضو ضربته. فهي في حالك بقى قررتي ان تاخدي موقف جريء وقوي. قررت اخد موقف ان انا ما عرفتش اوقفه في ساعتها واضربه مثلا او اخد حقي في ساعتها، بس يعني لقط الرقم التوك توك. خليني اشرح فكره برضو رقم التوك توك علشان ناس عندها اختلاط. يعني ايه توك توك مترقم؟ هو مش واخد لوحه رقميه من المرور، هو واخد زي رقم من الرئاسه الحي، رقم مثلا واحد باسم فلان الفلاني، بحيث ان لما يحصل الخطف سرقه اي حاجات من دي يبقى في الاسم بالتواصل مع رئاسه الحي يقدروا يجيبوا الشخص ده، لان التوك توك كلها بيتم ترخيصها. تمام. فده كان عليه الرقم، فانا حفظت الرقم على طول. تمام. طب اثناء عمليه التقاضي نفسها كان في اي عقبات؟ يعني كان في تعامل عمليه الايه؟ التقاضي نفسها مع ضد المتحرش. هل كان في اي عقبات واجهتك في عمليه في الاجراءات نفسها؟ لا 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 خالص، بالعكس بالعكس. كان في تشجيع من كل المراحل اللي عديتي عليها؟ من اتقالت لي كلمه من رئيس المباحث. قال لي هتقولي هتتكسفي. قلت له يعني هتكسف من ايه؟ قال لي يعني احنا مش بنكتب في المحضر تحرش، بس احنا بنحدد لمس ايه في جسمك. بنحدد. قال لي في سته جت قبل كده وجينا نكتب المحضر ومعاها رقم العربيه ومواصفات السواق اللي تم اللي تحرش بيها. لما كتبت المنطقه اللي تحرش بيها قالت له لا انا مش هينفع اقول كده قدام النيابه ولا القاضي، انا متنازله. اقنعها انها يعني تكمل في المحضر عشان يساعدها تجيب حقها، رفضت. فقال لي هتعملي كده ولا هتتكسفي؟ لا مش هتكسف، انا عايزه اخد حقي وفي نفس الوقت عايزاه يبقى. وهنا بقى النقطه يا استاذه هند، يعني وده الاختلاف اللي احنا النهارده بنلقي الضوء عليه، ان حضرتك كسرتي القواعد او الصفات والعادات والتقاليد اللي البنات كلها في مصر يمكن متربيين عليها وبيتجنبوا قوي المنطقه دي. يعني وده اللي سؤالي، حضرتك ازاي قدرتي تعملي الخطوه دي؟ وهل فعلا لقيتي انها خطوه فعلا كانت صح ومكمله فيها وبتدعو ان الباقيين يكملوا فيها؟ بصي، طول ما انت صاحبه حق ما تتكسفيش. هيتقال عليكي بجحه، هيتقال عليا فضحت نفسي، انا صاحبه حق، انا عايزه اخد حقي. اللي بيتكلم ويقول دي فضحت نفسها ومش فضحت نفسها، لو اخته اللي في المكان ده كان ممكن يرتكب جنايه في الموضوع. طب انت توقعتي الحكم دوت؟ يعني توقعتي انه هيكون اشد عقوبه، ولا كان توقعتي ان زي السابقه الحادثه السابقه ان هو ممكن 3 سنوات وممكن كمان يتم تخفيفهم؟ انا توقعت انها تبقى 3 سنوات، بس لما عرفت الفرق ما بين عقوبه التحرش وعقوبه هتك العرض قلت لا يبقى خلاص، يبقى الموضوع هيبقى فيه عقوبه. خصوصا ان فكره الفرق ما بين التحرش حاجه والتحرش اللي بيندرج تحت بند هتك العرض حاجه ثانيه. طب حضرتك اثناء فتره التقاضي ما فكرتيش في عمليه ان تحت اي ضغوط، او حتى لما قعدتي كده مع نفسك ان انت تتنازلي عن القضيه وخلاص، يعني خلاص تم الموضوع تم وخلاص والمتحرش عارف، عارف غلطه فبالتالي الموضوع خلاص انتهى، ولا صممتي واصريتي انك تكملي؟ بصي انا خدت طريق يكمله للاخر يا اما ما كنتش خدته من البدايه. انا كان في بنات بعدي لما بدا على الفيسبوك والسوشيال ميديا الناس تعرف ان في بنت عملت قضيه تحرش وما اتكسفتش، بدا البنات اللي بتتعرض لمواقف مشابهه لموقف سواء من سواق تاكسي او من حد في الشارع ويكتبوا ان حصل معاهم كذا وان هم راحوا يعملوا محضر، فانا ببدا كنت اتواصل معاهم اعملوا محضر، ما تخافوش، اوعوا تتعرضوا للضغوط وتتنازلوا. كنت عارفه ايه اللي هيحصل، كنت اقول لهم هتلاقوا اهلي الولد يكلموكم ويقولوا لكم احنا ناس طيبين وكويسين، بس هو في الشباب كل الحاجات دي قلت لهم يعني جمدوا قلبكم وما تتعاطفوش مع الكلام اللي هيتقال علشان تقدروا تاخدوا حقكم. طيب انا لو كنت اتنازلت كان خلاص كل الناس هتقول لك عملت محضر واتنازلت. فالموضوع هيزيد صعب. اي حد يقول لك ده انا عندي اسئله ليكي فيه، بس هستاذنك تبقي معنا وهروح مره اخرى للاستاذه انتصار السعيد وهي مدير مؤسسه القاهره للتنميه والقانون. استاذه انتصار تحياتي لحضرتك. يعني اولا يعني عايزين نعرف اسباب انتشار ظاهره التحرش في الفتره الاخيره، ولو تحدثنا بدقه اكثر في اخر 6 سنوات في اعقاب 25 يناير. اهلا بيك يا فندم، احكي
بتيجي الاول بهاني هند على الحكم الخاص بيها. انا بنوه ان دي مش المره الاولى اللي فيها حكم بالسجن المشدد لمده 5 سنين، لانه في كذا واقعه قبل كده اخذ حكم لمده 5 سنين كان سجن مشدد، منها قضيه انا اشتغلت فيها بشكل شخصي من سنتين. بس هي الازمه في عدم تنفيذ الاحكام بعد صدور الاحكام القضائيه. حابه اقول انه ازاي يعني الازمه ان معظم الاحكام بتكون غيابيه في عدم وجود المتهم، تمام، وبالتالي يصعب جدا تنفيذها الا اذا حصل ان القوات الخاصه بتنفيذ الاحكام او وحده تنفيذ الاحكام قدرت تقبض عليه، وفي الحاله دي هو بيعمل معارضه، تمام، ويبدا بقى تعمل اجراءات اعاده المحاكمه من اول وجديد. فديت مشكله كبيره جدا في تطبيق القانون. القانون موجود لكن الازمه هي التطبيق. الفكره انه التحرش الجنسي المجتمعي ازمه خطيره جدا يجب ان يتم معالجتها من جذورها. الظاهره تم القاء الضوء عليها بشكل قوي جدا بعد ثوره يناير، هي موجوده من قبل ثوره يناير. بدليل مواسم التحرش زي ما بنقول، التحرش اللي كان بيحصل في الاعياد وفي المناسبات في اي تجمعات الاجتماعيه في اي تجمعات. بعد الثوره حصل العنف الجنسي الجماعي ضد النساء في ميدان التحرير، اشهر حادثه. بالظبط. المبادرات الخاصه بالتحرش الجنسي اللي كانت بتنزل تامن الميدان وقتها، وابتدى الناس تتكلم بشكل اقوى وتكثر التابوهات، وكنا شفنا فتره برضو الشرطه النسائيه كانت منتشره حتى في محطات مترو الانفاق، وكان في اي تجمعات وكلام. بالظبط بالظبط. فهي الفكره انه حصل القاء المزيد من الضوء على الظاهره بعد ثوره يناير، فبالتالي الناس ابتدت تاخد بالها والاعلام اخد باله، والدوله كمان اصدرت القانون الخاص بعقوبه التحرش في سنه 2014، والاول مره تم وضع تعريف للتحرش في القانون. بالظبط. فالظاهره موجوده من قبل الثوره ولكن تم القاء الضوء عليها. يعني حضرتك بتتحدث انها بنفس الحجم، ولكن بعد ما تم القاء الضوء عليها من قبل الاعلام ده ظهرها اكتر، لكن هي بنفس الحجم من قبل 25 يناير. طيب من قبل 25. طيب حضرتك شايفه، حضرتك تحدثتي عن اسباب كتيره، حضرتك شايفه ان الخطوات اللي اتخذت في الفتره دي كانت كافيه انها تقلل، مش هنقول ترضع او تنهي تماما، ولكن تقلل من حجم عمليات التحرش اللي بتتم في الشارع؟ هو مجرد صدور القانون في حد ذاته هو خطوة جيدة جدا، لكن الأهم منه تطبيق القانون، لأنه في كثير من الأوقات ما يعني في عدة عوائق أمام المجني عليها، النظرة المجتمعية وإنها خايفة إنها تتكلم لا تتوسم. طبعا في حالة هند هي كانت شجاعة وأنا بحييها على شجاعتها. بعد كده كمان أثناء العرض على النيابة فكرة إنه ممكن جدا ما يكونش معاها شهود، الواقعه لما تروح التحريات تقول عدم صحه الواقعه، او انه البنت ما عرفتش توصف اللي حصل لها بشكل جيد امام النيابه العامه. بعد كده كمان لو راحت محكمه، ولو كان حظها كويس وراحت المحكمه، فكره بقى السلطه التقديريه للقاضي، وفكره هو مقتنع بانه حصل لها تحرش ولا لا، كل ده بيفرق. عوامل بتفرق. نعم. طب هستاذ هيك تبقي معايا استاذه انتصار، وهروح مره اخرى لهند عبد الستار. هند، يعني كنت عايزه اسالك في قصه يعني بعد ما حصلتي على الحكم او حتى اثناء مرحله التقاضي، هل ردود الافعال خاصه من الجنس الاخر من الشباب كانت مؤيده ليكي، ولا كان في مواجهات يعني او حاجه اراء مضاده ليكي في هذه الخطوه؟ بس الاول اشكر استاذه انتصار على التحيه، يعني طول ما في ناس في البلد بتشجع البنات طول الوقت احنا نعرف ناخد حقوقنا. كان في يعني في اراء معايا وفي اراء ضدي، ما يعني هم زي ما بنقول ربنا اختلفوا على وجوده ما بين يعني كذا دين، ما بالك انا مش هيختلفوا على قضيتي. صح.
صحيح. بس أكيد. الأغلب الرأي العام الأغلب كان من خاصة من الشباب، يعني كان بيشجعك ومرحب جدا من الاثنين الاثنين، يعني زي ما برضو زي ما كان في شباب بتشجع وبنات بتشجع، كان في بنات كمان بتهاجم، وده في حد ذاته كان نقطة أنا استغربتها جدا، إزاي بنات بتهاجم بنت وهي البنت دي طول الوقت عارفة إنها بتبقى ماشية في الشارع قلقانة، لو حد بالصدفة ماشي وراها تبقى بتعدي الشارع بسرعة، فأنت إزاي بتهاجمي بنت هي شايفة إن هي عملت حاجة كويسة تقدر تحميكي أو تقدر تشجعك إن أنت تاخدي نفس الخطوات بتاعتها فيما بعد. يعني هو كان منصب على إيه؟ يعني وجه الاتهام إيه ليكي؟ الاتهام هما اولا ما شافوش شكلي، الصور اللي اتعرضت كانت كلها صور ميديم، يعني مش بتقول مش مبينه لبسي عامل ازاي، فاللي قال هي دي حد يتحرش بيها، دي شكل حد يتحرش بيه، يعني ده معنى في حد ذاته ان هو بيدي لنفسه الحق انه يتحرش بالحلوين بس. يعني برضو حتى السيدات القوا باللوم عليكي انت، يعني رغم ان هو يعني السيدات بتتعرض للظلم ده البنت ولكن البنت القوا اللوم عليكي. طول ما هي لابسه محترم محدش هيبص لها، قالت يعني ادت تشبيه غريب جدا انا مش عارفه هي ادت التشبيه ده بناء على ايه، قالت انا لو حاطه لحمه في حله الكلاب هتيجي ومن غير غطا الكلاب هتيجي عليها، طب ما غطيها. لا انت بالنسبه لك شبهتي نفسك باللحمه، دي حاجه ترجع لك ما ترجعليش، انا مش هسمح ان انا حد يشبهني بلحمه. طب وانت اللحمه لو يعني الهجوم ده والتعبيرات دي كلها ما خلتكيش للحظه انك تفكري تتراجعي عن الموضوع؟ لا خالص. ازاي شفتي يعني ان ست نفسها هي اللي بتتهمك بهذه الاتهامات، يعني كيف تعاملتي معاها وشفتيها ازاي، يعني ان واحده عايشه في نفس مجتمعك وده فكرها؟ انا في الاول اتضايقت، بس زي ما بقول لحضرتك يعني الناس اختلفت على الاديان واختلفت على وجود ربنا، فوارد ان انا الاقي اللي يختلف على هند، في اللي شايف هند صح وفي اللي شايف هند غلط، في اللي شايف هند صح بس فضحت نفسها. صحيح. هي مجرد آراء في الأول وفي الآخر. طبعا. طيب أنا عايزة أستغل وجودك معايا وشجاعتك برضو، وإزاي نقدر يعني تصدري هذه الطاقة الإيجابية وهذه الشجاعة للفتيات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ بصي أنا لما ببقى ماشية في يعني من قبل الحكم بفترة، إحنا كبنات في المجتمع المصري بقينا طول الوقت ناسين شكل الأنوثة عامل إزاي، طول الوقت لابسين لبس ولاد، بناطيل، كوتشيهات، بقينا قليل لما نلبس لبس بنات علشان عارفين ان هيتقال علينا في الشارع تمشي في الشارع بيهم. صحيح. بالظبط. يعني انا من قريب شايفه بنت راكبه المترو ولابسه جيبه وشميز، عايزه اقول لك والله العظيم انا كنت في قمه السعاده انها جيبه كده تحت الركبه وهي ماشيه حاسه ان هي مبسوطه. هل بقى هي مكمله طريقها للاخر من غير ما حد يعكر عليها مزاجها مثلا انها نازله من بيتها عاجبها شكلها؟ خلينا بقى يعني نبطل نلتفت في كلام الناس. طب تقولي ايه لكل فتاة بتتفرج علينا دلوقتي تعمل ايه في حالة لو تعرضت لنفس الموقف؟ تركز في تفاصيل الشخص عامل ازاي، تحاول على قد ما تقدر، يعني لو كان عربية تحفظ رقمها، لو كان في مناطق بيبقى مديه ترقيم للتكاتك تحفظ الرقم ده، لو عرفت تصوره وتعمل البلاغ بالصورة ده اعتقد يجوز. يعني والاهم انها ما تتكسفش لما زي ما حضرتك ذكرتي، يعني دي نقطه مهمه جدا، يعني ده حقها ولازم تدافع عنه لغايه ما تحصل عليه. بالظبط كده. بشكرك. يمكن فكره الكسوف دي عشان تاخد حقها. صحيح. بشكرك وبهنيكي استاذه هند عبد الستار، اول بنت تحصل على حكم ضد التحرش على هذه المداخله، ونتمنى تكوني نموذج لكل الفتيات في مصر. وهروح مره اخرى استاذه انتصار السعيد. استاذه انتصار، حضرتك تحدثتي عن ان بعد 25 يناير فقط تم القاء الضوء على هذه الظاهره وبالتالي تم تشديد العقوبه، هيك شايفه ان الشباب اللي هو المفروض معني اكتر بالتوجيه الرساله ليه وصلت له كل هذه الاجراءات ان تم تشديد العقوبه، تم القاء الضوء على الموضوع وان هم تحت الضوء في الفتره الحاليه، ولا ما قمناش بدون او الاعلام ما قامش بدوره؟ لا يعني هي وصلت بشكل نسبي، لكن الحقيقه ما زالت فكره ثقافه الابلاغ عن التحرش غير موجوده، وبالتالي ينبغي العمل على ضرورة نشر ثقافة الإبلاغ وتوعية الفتيات والبنات يعني بدعمهم، وكل يعني وإنه كل اللي بتبلغ عن متحرش هي فتاة شجاعة، وبالتالي مفيش وصم ولا تخويف ولا أي تهم يتم التصق بها. كمان الحقيقة ينبغي تفعيل القوانين، لأن التحرش مسؤولية كل من يرى التحرش ولم يقم في الإبلاغ عنه أو الشهادة
عليه لو كان في موقع يسمح بالرؤية يعني وإنه يشهد، فبالتالي هو بقى عليه المسؤولية. كمان الحقيقة مهم جدا إنه التوعية تكون مشتركة، لأن زي ما هند قالت من شوية كان في بنات بيدنوها وبيرسموها وبيقولوا لها لبسك وانتي، التشبيه اللي هي قالته وانا شايفه ان هو تشبيه الحقيقه في منتهى وغريب قوي ورد فعل غريب انه يطلع من واحده الحقيقه. صحيح بالضبط. احنا طبعا بنعول على حضراتكم وعلى جمعيات بتناصر حقوق المرأة بالتوعية دي، سواء للمرأة سواء من عمل تدريبات ندوات وما إلى ذلك للتوعية بضرورة التصدي لأي تحرش. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، على هذه المداخلة. مشاهدينا هنروح دلوقتي نشوف آراء حضراتكم في الشارع، لأن طبعا الموضوع دوت هنلاقي له ردود أفعال كثيرة جدا. هنروح نشوف آراء حضراتكم ونرجع مع حضراتكم نكمل النقاش. العقوبة دي هتقلل من التحرش، لأن هيبتدوا يخافوا وهيبتدوا يعرفوا إن في دلوقتي قانون رادع للموضوع ده. كلام مظبوط، يعني التحرش يعتبر لي أخت أو أم أو أب، ما حدش هيرضى عن نفسه حاجة زي كده، فلازم يجينا يتأدبوا. انا موافق على كده، ولو واكتر من كده كمان، ان انا ليا عندي زوجتي، عندي بنتي، عندي اختي، انا ما احبش حد يعمل لها كده، يبقى اللي يعمل كده لازم يتعاقب. بشوف فعلا شباب بتمشي تتحرش بالبنات، ومهما وجه لهم يا ابني عيب دختك ده كده، لا مبالاه ولا دم ولا حياه ولا اي حاجه خالص، اقصى عقوبه علشان عيلتي تتأدب واهاليها كمان تتأدب معاها. تبقى ايه درجات، يعني حضرتك مثلا نحط لها درجات، حط لها شروط، حط لها حتى اي شيء من هذا القبيل، لكن مره واحده 5 سنين ضيع مستقبل ولد طايش ما يعرفش اي حاجه، لسه بدايه حياته، يروح يعاكس بنت ما يعرفش هو اصلا بيعمل كده، ضيع مستقبله، لا مبالغ فيها جدا طبعا. لا ده مش مناسب طبعا، بس احنا في وقت دلوقتي برضه وحش، هو دلوقتي كتير في كويس وفي وحش، بس 5 سنين كتير وعاكسها كتير، حرام. المفروض العقوبه تكون مناسبه لحالتها، يعني ما فيش تحرش، ما فيش بتاع، مجرد معاكسة بالألفاظ أو حاجة زي كده، والمفروض إن البنت برضو اللي خارجة تكون يعني في ثوب يليق بيها، بحيث إن ما تكونش عرضة للمعاكسة والكلام وكده ومش عارف إيه. إن حتة إن أنا أعمل 5 سنين عقوبة تحرش وبتاع، دي في رأيي الشخصي إن هي لن تقلل من يمكن الآراء اللي سمعناها دلوقتي في هذا التقرير يمكن شملت كل حاجة. الناس في فئة معترضة تماما على الحكم وشايفاه مشدد جدا، وان ده شاب طايش مش مفترض ان احنا نضيع مستقبله 5 سنين. رأي آخر لقى ان لقى اللوم على البنت وقال ان هي لازم تبقى لابسة لبس مناسب جدا انها تمشي بيه في الشارع. تاني امرأة قالت ان لا، ان الحكم ده كويس جدا عشان يبقى رادع لأي شاب يحاول يعتدي على بنت أو يتحرش بيها. يعني دي كلها تقريبا الاراء اللي هنلاقيها في الشارع وفي اي بيت لموضوع الحكم المشدد ب5 سنوات ضد اي متحرش. طيب خلونا نشوف ونناقش الموضوع ده وهذه الاختلافات اللي ما بين الكل مع متخصصين يقولوا لنا هل فعلا الامر ده او الحكم فعلا زياده على الفعل ولا مناسب، ولا كمان في مطالبات باكثر شده او قانون اكثر شده. هيكون معايا عبر الهاتف اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق، وهيكون معي ايضا استاذ محمود البدوي رئيس الجمعيه المصريه لحقوق الانسان. اسمحوا لي ابدا بسياده اللواء مجدي البسيوني. سياده اللواء تحياتي لحضرتك. يعني عمليه التحرش او ظاهره التحرش الاول هي ظاهره ولا مشكله عارضه على المجتمع المصري؟ تحياتي لك يا استاذه ميرفت وللاعداد اللي تناول هذا الموضوع، اللي اذا تعرض ليه مش حقوق الانسان بقى رجاله وستات، العنصر الضعيف اللي في الشارع. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ ميرفت، هو النهارده حضرتك بتقول هي ظاهره جديده او ايه؟ معلش هي ظاهره ولا مشكله عارضه؟ يعني حاجه دخيله على المجتمع. اولا خلينا نعترف ان في هذه الاونه بنشهد انفلات اخلاقي لا شك فيها، وظاهر في الشارع حتى في المرور عادي كده، وده مش انفلات اخلاقي. الحاجه الثانيه لابد نعرف ما نعرف ليه التحرش، عشان اجاوبك على سؤالي، لابد ان نعترف ايضا ان هناك انتشار
تعاطي المخدرات بين الشباب حتى الصبية كمان، ووصلت إلى العقاقير والحبوب والأقراص والكلام ده كله. خلينا نعترف أيضا أن النت وبلاوي النت وإساءة استخدامه، وما وسهل جدا الشاب يدخل النهاردة على الـ 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 صور كده أو إلى آخره موقع. طيب يبقى إذن هي الإجابة على هذا السؤال إن لا، ما كناش كده، ولا أخلاقياتنا كانت كده، ولا كنا لما كنا يعني ها نتصدر قوي إيه يا قمر يا جميل بس وخلاص. لكن مد إيد وتلامس وتحرش بمعنى كلمة تحرش، وفرق بين المعاكسة والتحرش. صحيح. فدلوقتي لا، دي ظاهرة عابرة بسبب الثلاث عوامل اللي أنا قلتهم. نعم. هذه الظاهرة ما كانتش أبدا لا أخلاقياتنا ولا تفضل. طيب أنا هستأذن حضرتك تبقى معنا، عندي كم سؤال لحضرتك برضو، بس هستأذن حضرتك تبقى معي سيادة اللواء، وهروح الأستاذ محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان. أستاذ محمود تحياتي، تعليقك على حكم المحكمة الجنائية بالخمس سنوات المشددة ضد متحرش، وهو يعتبر يعني الحكم المشدد الأول اللي معلن عنه في قضية من هذا النوع. تحياتي حضرتك أستاذ مرفت والأستاذ المشاهدين. طبعا أنا سعيد جدا بالحكم دوت كأول حكم تم تطبيقه منذ تاريخ التعديل اللي حصل في يونيو 2014 بمعرفة المستشار الجليل عدلي منصور لما كان عدل القانون بتاع التحرش. النهارده الحكم دوت بيقول لكل واحد من الكائنات الزومبي اللي عايشه ما بيننا، ما بقولش عليهم بني ادمين ولا بشر، دول ما يتقالش عليهم بني ادمين ولا بشر، انسان تخول ليه نفسه ان هو يبتدي يحرك ايده على جسد امراه ماشيه في الشارع. وخليني اقول لك للمصطفى قبل ما اخش هوا مع حضرتك، كانت قاعده معايا جارتي عندها 60 سنه بتقول لي ده انا يا ابني حد وانا ماشيه في الشارع وانا ست منتقبه حد يمد ايده على جسمي، لا ده مد ايده على جسمها. فاحنا هنا النهارده ومستاء جدا كمان يا استاذ بس جدا من المداخلات اللي كانت حاصله في اللقاءات اللي حاصله في الشارع، اما شفت راجل كبير بيتكلم بيقول اصل لبس البنت. يا اخوانا افتكروا فتره السبعينات اللي كان اللبس ميكرو وميني، ما كانش فيه القذارات والحاجات اللي كنا بنشوفها دي. العمليه بتقول ان احنا عندنا انحطاط اخلاقي ابتدى يصيب كتير من الشباب، ومش بس بقول الشباب بس، لا وكمان في ناس كبار. حتى ضيفك الكريم كان بيتكلم بيقول حتى كان زمان في اللي هو الكلام باللفظ بس، لا ده حتى دلوقتي القانون وصل كمان ان هو في عقوبه على من يتلفظ بلفظ خارجي. واقول لك الاكثر من دوت ان كمان العقوبه كمان يعاقب من كمان ما كان لو كان في اشاره بالقول او بالفعل، يعني واحد اما يشير لوحده على احد الاجزاء الحساسه بجسدها او جسده ده بيعاقب. اعتقد القانون كمان فيه بالتليفون، يعني كمان لو في تحرش بالتليفون من خلال التليفون. كل حتى كل الوسائط الالكترونيه. بس انا بقول النهارده ان الحكم النهارده بتاع هند دوت، لو هند بنقول من 2014 واحنا النهارده في اغسطس 2017 ما شفناش الا حكم واحد او حاله واحده بس كان عندها من الجرأه والشجاعه ان هي تكسر حاجز الصمت وتطلع تتكلم. خليني اقول لك ان كل يوم عندنا كل واحد في الدايره اللي عايش فيها ربما يكون بيشوف بعينه 10 12 واقع التحرش، واخده بال حضرتك؟ فمعنى كده ان احنا عندنا متوسط، هنقول عندنا متوسط 100,000 حاله تحرش كل يوم. لا العمليه صعبه جدا يا اخوان، ولازم يكون في تتوقع بقى بعد الحكم ده لما نعمل نلقي الضوء عليه، حضرتك تتوقع زياده نسب المبلغات بعمليات التحرش؟ طبعا. خليني اقول لك ان هي استنت سنه حسنه النهارده، اما كل حد بيكسر حاجز الخوف، لان كان بيحصل حاجه بتحصل في الموضوع دوت بتخلي الناس ما يروحوش يبلغوا. ساعات كانت مثلا تروح قسم شرطه، ممكن الامين الشرطه اللي موجود او الرقيب اللي موجود ياخد منها البلاغ يقول لها يا بنتي وخلاص والبهدله والكلام ده وهي تمشي. وبعض الاسر ثانيه تقول طب انت هتبهدلي نفسك او انت هتفضحي نفسك او انت كنت عرضه للقيل والقال، زي ما شفنا بعض الناس بيتكلموا يقول لك اللبس. لكن النهارده لما بقول ان انا بقى عندي اصرار من الضحيه اللي هي هند عبد الستار الفتاه المحترمه دي، النهارده لما كان عندها اصرار على ان هي تتكلم على هذا الامر وان هي تلاحق هذا الكائن الغريب، تلاحق فضائيا وجنائيا، هي النهارده بتستنى سنه حسنه. واحنا النهارده بنعمل تغيير في الواقع وتغيير فيما يخص فكره الابلاغ، لان النهارده لكل واحد سامعني النهارده، انت النهارده اما انت ما بتبلغش او انت ما بتبلغيش عن واحد تحرش بيكي او تلفظ بلفظ او اشاره غير جيده معاكي، انت النهارده كانك بتدي له تصريح ضمني تقول له يا فندم جو اهيد وكمل وانا مرحبه باللي حضرتك بتعمله. كل حاله بتبلغي ضدها ده بيكون بيمثل الردع العام والردع الخاص في فلسفه القانون وفلسفه التشريع. عشان محمود لو عمل يتعاقب
ولو سيد او صاد واقف وشاف محمود تم انزال العقاب فيه يفكر ألف مره قبل ما يسلك هذا المسلك الغير انساني والغير حضاري. صحيح، وده يمكن دايما بيبقى الهدف من تشديد القوانين وتغليظ القوانين. استاذ هيك تبقى معايا استاذ محمود البدوي، هروح مره اخرى لسياده اللواء مجدي الباسيوني. سياده اللواء، يعني هيك تحدثت عن اسباب زي انتشار المخدرات ومواقع التواصل الاجتماعي او الانترنت بدون رقابه وما الى ذلك، كانت اسباب رئيسيه في انتشار ظاهره التحرش. هيك شايف، طيب دي حاجات مش هنقدر نسيطر عليها، يعني سواء مواقع التواصل او الانترنت او ما الى ذلك، الحل يعني الحل غير تغليظ العقوبات؟ اولا هو الاستاذ محمود الحقيقه افاض وانا احييه تماما. انا عايز اقول حاجه، الحكم هم اللي مش عاجبهم الحكم ده ويقولوا 5 سنين كتير قوي. يعني ايه 5 سنين؟ انت لو بنتك يا اللي بتقول هذا الكلام، لو بنتك جات واشتكت لك فلان الفلاني عمل معايا كده، مش هتنتظر ده ربما تاخد عصاية ولا شومة وتروح وتضرب ويمكن يموت. وفي جرائم كتيرة شفناها مؤخرا بسبب الموضوع كده، تقوم تقول لي 5 سنين كتير. اولا انا ضد تماما التعليق على الاحكام. المحكمة امامها اوراق فيها ظروف وملابسات وتحقيقات وادلة، ولا تحكم عبثا. وكان في محامي بيترافع وبيدافع وحق الدفاع مكفول، وفي نيابة بتمثل الادعاء. يبقى اذا هنا مفيش داعي للتعليق. الخمس سنين هي عين الصواب. ليه؟ انا النهارده هقول الحكم دي. نعم. والعقوبات قانون مشدد العقوبات ما تعملش يا اخي. يا اخي من خاف سلم. انا النهارده لو قالوا اعدام ما يقولوا ان شاء الله، يقولوا حتى اعدام ولا نفي. انا مش هرتكب كده. اذا بقيت في ملأ. هو يعني كان في ضيف من اللي كانوا معانا في التقرير كان بيتحدث ان ده ممكن التصرف ده يطلع من شاب طايش لسه صغير مش مدرك. مفيش حاجه اسمها شاب طايش يبقى بيته يربيه زي ما هقول لحضرتك دلوقتي. الحاجه الثانيه اللي يقول لك البت لابسه ما تطلع من البيت زي ما تفضل الاستاذ محمود، لا ده زمان ما كانش في حجاب، ده الحجاب انتشر اكتر دلوقتي. ده كان الميكرو والميني والشابونيز والى اخره. الله، والا بقى يبقى مسموح بالتحرش على البلاج. هي لابسه مايو يبقى اروح بقى اتحرش لانها لابسه مايو. ايه الكلام الفاضي ده؟ البنت يعني هو يمكن الظروف المقارنه مختلفه، الاوضاع كل حاجه مختلفه تقريبا من وقتها لانها عشان ما تبقاش ذريعه يقول لك البنت، ما هي البنت تلبس البنت مش طبعًا. عارف ايه لا البنت كده مش غير او مش عاجبني لبسها، انا اخلاقياتي انصعد، مش ابقى بقى تحرش او انها تشدني بقى مغناطيس. لا، وبعدين دي بني ادمه تلبس، لكن الوضع ده مش مبرر. نعم. بالنسبه بقى لحضرتك السؤال بتاع حضرتك، احنا في عجاله بس عشان الوقت. طيب ازاي هنحارب الحاجات دي بقى؟ هنحاربها دائما يا استاذه ميرفت، اقول الاسره. نمره 2 المدرسه والتعليم، لازم نعلم اختك امك مراتك، يعني لازم نعلم في المدرسة وفي الأسرة والإعلام كمان. الأفلام بقى اللي بتظهر والإعلانات مش عارف إيه، ده على كوبري أكتوبر الإعلان نفسه مثير. إيه الكلام الفاضي ده؟ لابد إن إحنا نحتشم، مش بقى بنقول لبسها بس، حتى في إعلاناتنا وفي إعلامنا وإلى آخره نكون ملتزمين. ثم يأتي دور الأمن وتنفيذ القانون. نعم. لابد من ذلك. نعم، بشكرك شكرا جزيلا. عفوة. على هذه المداخله سيده اللواء مجدي الباسيوني مساعد وزير الداخليه الاسبق. وهروح مره اخرى سريعا للاستاذ محمود البدوي. استاذ محمود، يعني تحدثنا عن عده عوامل هي اسباب انتشار هذه الظاهره، ايضا روشته سريعه للقضاء سريعا على هذه الظاهره. طيب خليني طب يعني برضو يعني اسني اسلما غاليا من المداخله بتاع سياده اللواء، بنتعلم منه كتير. بس انا عايز كمان اكمل نقطه من حين ما اتكلم سياده اللواء. حضرتك احنا محتاجين يكون عندنا ظهير اعلامي وظهير درامي وظهير سينمائي بيجرم هذه الظاهره ويبتدي ان هو بينبذ هذه الظاهره. مش هلاقي ان احد المطربين الشباب اللي هو ذو صيت واسع جدا طالع في احد افلامه بيهزر مع المطربه اللي معاه، فبيطبعها عفوا على مؤخراتها وابتدت الظاهره ديت او المنظر ده ويقول ايه اوبا، فتلاقي كل الشباب بقوا يقلدوه. يا اخوانا احنا عايزين قيم فنيه وقيم موسيقيه وقيم تقدم لنا دراما واعيه
قادر على التعاطي مع المشكلات الدخيله على المجتمع بتاعنا. احنا عايزين اعلام مسؤول. كذلك بنتكلم في تعظيم دور الاسره كخط دفاع حمائي اول عن الطفل او عن الولد. طبعا دايما الاسره هي لازم الاسره تعلم البنت من الاسره تاخد حقها ما تسيبش حقها وتعلم الولد ان كل البنات اللي انا اعتذر انا طبعا منها. يعني كل الاسباب دي حضرتك ذكرتها برضو سيره اللواء مجد البسميني ذكرها، الاسره والتعليم وايضا الاعلام، كل دي منظومه لو اكتملت مع بعضها بالطبع المجتمع هيبقى مختلف تماما. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود البدوي رئيس جمعيه اوكي. طيب مشاهدينا، يعني النهارده احنا القينا الضوء على موضوع مهم جدا، كنا حابين يكون رساله مهمه لكل فتاه بتتفرج علينا وايضا لكل شاب، لانه النهارده اعلن اهو ان في حكم مشدد بخمس سنين ممكن يتعرض ليه اي شاب يقوم بالتحرش ايا كان نوع التحرش. طيب هذكر حضراتكم سؤال حلقه الغد باذن الله من همزه وصل، وهو كيف يسهم اصدار وثيقه قانونيه جديده ضد البرامج والاعلانات المخالفه في ضبط الاداء الاعلامي. ده هيكون سؤال حلقه الغد باذن الله. يمكن المواضيع كلها بتصب في نفس الموضوع، هناك توجه من الدوله لضبط المجتمع اللي انفلت كثيرا في الفتره الاخيره. بشكركم من حسن المتابعه لهذه الحلقه والى اللقاء.